اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام والمستمعين في هذا الجزء من الحلقه. مواقع التواصل الاجتماعي تظهر على شاشتي مع كابتن خالد فرحان وكابتن صفوق الطميات، هما ضيفا هذه الحلقه. نبدا اول شيء باتفاق قران، مباراه اتفاق قران ايضا مباراه منتظره غدا. تقرير الزميل ماجد القحطاني. ليس من شيء سيكدر صفو استعدادات متصدر دوري زين السعودي نادي الاتفاق، وهو يستعد لمباراته الدورية القادمة ضمن الجولة العاشرة، سوى تذكره أن خصمه فريق الرائد قد استفاق من سباته الطويل في الجولة الماضية على حساب جاره القادسية بهدف دون مقابل، مما سيجعل العنصر النفسي مشاركا في حسابات المباراة. الأرقام تتحيز بشكل كامل لصالح أصحاب الأرض، فالاتفاق الذي وصل للنقطة 23 من 9 مباريات فاز في 7 منها وتعادل في 2 ودون أي حالة خسارة، فيما الرائد الذي يحتل المركز 13 فقد لعب 8 مباريات خسر 6 منها وتعادل في 1 وفاز في أخرى. مركز الحراسة في فرقة الكوماندوز وخط الهجوم تبرز كأفضل عناصر تفوق الفريق الاتفاقي الذي قسى في مباراته الأخيرة على فريق التعاون بـ5 أهداف لهدف. في الجهة الأخرى سيحاول مدرب الرائد الجديد التونسي عمار السويح تأكيد أن فوز فريقه السابق في الجولة الماضية أمام القادسية لم يكن محض صدفة، وأن الفريق قد عاد بالتأكيد للمسار الصحيح. الأرض ستساند الفريق الاتفاقي، ولن نقول هذه المرة الجمهور، لأن الجمهور الاتفاقي لا زال غائبا عن مساندة فريقه بشكل فعلي رغم تصدره لسلم ترتيب الدوري.